تعادل سلبي 0-0 في الشوط الأول بين الشرقية والنصر التعدين، لقاء من خلال كاس مصر كاس عبور لاند دور ال 32. انضم لنا كابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال، ازي حضرتك؟ ازيك كريم؟ كل سنه طيب. الله يخليك. السنة كريم. يومين كل يعني. كل سنه طيب. الله يخليك كابتن جمال. ويعني حاسس كده ان لما بشوفك خلاص يبقى السنه كده ابتدت. سلام يا كابتن. يعني كابتن مصر لما يقول كده الواحد يعني بيبقى سعيد جدا. الله يخليك يا كريم. الله يخليك كابتن جمال. طبعا هو حبيبي جمال حمزه. جمال حمزه بيبقى عندي دايما مشكله لما بقول جمال. لا، ما احنا اتفقنا مع فايز. كابتن مصر وجمال. ماشي. لا قصدك نجم مصر وجمال. طيب يعني خلينا كده نتكلم على الشوط الاول من المباراه، وشوط سلبي سواء في الفرص في الاهداف، يعني 0-0. يعني كان في بعض الفرص شويه كريم هنا وهنا، بس برضو عارف انت الفرص اللي هي ايه، مش فرص حقيقيه، يعني ما تتكلمش عليه اللي هي فرصه، لا في اجتهاد، في زي ما قلنا الفرقتين عايزين يستحوذوا على نص الملعب من بعض. مباراه فعلا مفتوحه بصراحه، يعني ما فيش حد عامل زون وبيلعب على الهجمه المرتده، لا يعني شايفين الكره بتبقى مع النصر التعدين بيحاولوا ان هم يعملوا هجمه. الناحيه الثانيه الشرقيه برضو معتمدين اعتماد كلي على حسام حسن. يعني حسام حسن هو محور الاداء في فريق الشرقيه، هو اللي بيمسك الكوره، هو اللي بيوزع اللعب، هو المتحكم في رتم المباراه بالنسبه للشرقيه. عنده برضو رؤيه جميله، بيلعب كل الضربات الثابته. كان في فرصه انا ما اعرفش، انا شايف وجهه نظر ان هي ضربه جزاء بصراحه لكينيس اكوشيكو، صح؟ مش كده اسمه كده؟ اكوشيكو. اكيشيكو. اكوكي. ايه؟ اكوكي شيكو. اكوكشيكو. 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 ده لسه ده هي دي يا كريم. ما اعرفش يعني. فيها اصطدام. فيها، انا شايف ان هي ضربه جزاء بصراحه. يعني حتى لو نعيدها. نشوفها تاني في الاعاده كده مع كابتن جمال عبد الحميد. بعد اذنك يا برجاوي. يعني مش عارف، انا برضو ايه اختلفنا جوه في واحنا بنتفرج، بس انا يعني وجهه نظري شايف ان هي ضربه جزاء. بس هو الحارس طلع خد الكوره. لا هو احمد حمدي. بس كينيس زق. يعني ممكن يا برجاوي معلش ترجع لنا تاني في الكره اللي فاتت. عايزين نشوفها لان دي لعبه خطره، يعني دي ممكن. لا مش دي. لا مش اللي قبليها. اللي قبليها على طول الانفراد. بعد دي. ايوه هي. لا بعد دي مش دي يا برجاوي. مش مشكله اللي هي الجول طلع بيها. لا هي مش فاول اللي الحارس أصلاً. هي ما كانتش فاول اللي الحارس طلع فيها. هو بيرجع من الاول. طيب. هيجيبها لنا دلوقتي. ماشي. هي بس الكره دي بقول لك ان ممكن يكون انا مختلف مع حكم المباراه، انا شايف ان هي ضربه جزاء. هي دي. لا يا ملمس الكوره. لا ضربه جزاء دي. انا بقول لك هو ملمس الكوره. بص الكوره ما راحتش. ملمس الكوره صح جمال. بص انا وجمال، انا اعترضت على جمال. اول ما تعادلت قلت له انا اسف يا جيمي. انا لا اصل لو الجول خد الكوره. لا ليه بقى حارس المرمى؟ الكوره راحت باتجاه اللاعب. بص الفرويد راحت باتجاه الفرويد. راحت حارس ضربه جزاء طبعا. كمان خلي بالك، بص السرد باك هيعمل ايه؟ كمل اللعبه. كمل يا برجاوي. بص السرد باك يا كريم. الاثنين يعني. بس مش مشكله، كان خلاص الحارس اصطدم. يعني هي الخطا وراح نايم عليه. لحظه خروج احمد حمدي. انا شايف ان هي ضربه جزاء بصراحه. يعني دي ممكن برضو من الالعاب اللي هي الحكم، يعني انا شايف الحكم متمركز كويس كمان. يعني لعبه قدامه. بص يا كريم هتتفرج عليها، هي برضو من الكلوز. حلوه الاعاده دي. بص هو لعب الكوره خلاص. كمل. بص دخل فيه بعد كده. لا ضربه جزاء. ضربه جزاء. والتاني بقى بص راح مكمل. يعني كملها بقى. كملها خلاص. هو الخطا حصل. بالظبط. يعني قبل حتى المدافع. راح التاني نايم عليه. فلا انا شايف ان هي ضربه جزاء 100%. وانا متفق معاك. يعني هارد لك حكم المباراه، ممكن يكون مش موفق في اللعبه دي. زي ما بقول لك، هو بشكل عام الفرقتين بصراحه بيلعبوا جيم مفتوح، محدش مقفل. في ناس مميزه هنا وناس مميزه هنا. اسلام سري كويس، اسلام شرقيه، عبد العزيز امام، كل وسط الملعب بصراحه بتاع النصر التعدين هايلين. باتريك قدو برضو شفناه في كورتين ثلاثه. الناحيه الثانيه كينيس شفناه، عفروتو بيتحرك كويس. حسام حسن زي ما بقول لك هو المتحكم في رتم المباراه بالنسبه للنادي الشرقيه. محمود رامبو عامل برضو مباراه هايله. زي ما بقول لك احمد عادل ماشي كويس جدا. لسه بس ما شفناش اللي هي الهجمه اللي تقول عليها هجمه حقيقيه، او فرقه ضيعت فرصه اللي هي 100% هدف. كابتن جمال، رايك ايه في الشوط الاول؟ وده ماتش كاس مصر، يعني لازم فريق في النهايه هيكسب، سواء في الوقت الاصلي او في الاضافي لو حصل تعادل، او في ضربات الترجيح لو استمر التعادل. خلينا نقول في البدايه كريم ان الشرقيه مسيطر. الشرقيه مسيطر بنسبه 60% 65%. والتعدين بقياده اسامه عرابي بيلعب
عايز يوصل لضربات الترجيح، لان هو بيلعب خارج ارضه جاي من مسافه بعيده جدا، وعايز يتعادل في المباراه علشان يوصل لضربات الترجيح. المباراه بالنسبه لاسامه عرابي والتعادين جيده جدا جدا في الشوط الاولاني مهما يكون عليهم الضغط دوت، لان التعادل في بنها مع فرقه نصر التعادين كويس جدا في الشوط الاولاني بالنسبه لكاس مصر. والنتيجة مش سيئة، والنتيجة سيئة مع الشرقية، لأن عايز في مهمة، حاجة مهمة جدا لازم نفتكرها في الدوري العام. أصلا التعدين كسب الشرقية في الدوري العام. ما لسه كنا بنتكلم عليه. ففي انتقام يعني، في مش جيدة ليه؟ عايزين ننتقم أو عايزين نرد اعتبار أو عايزين نرجع لطبيعتنا، نحن لازم نكسب أي فرقة على أرضنا من الفرقة اللي بتنافسنا على الصعود أو على الهبوط يعني. فبالتالي الشراسه بتاعه الشرقيه مديه صربعه قوي يعني، يمكن ما راحوش كتير غير بالكره ديت اللي احنا شفناها، زائد الكره الثابته اللي بيعملها حسام حسن عالميه. هنا بقى يتالق محمد حمدي الحارس المهم، احمد حمدي. على فكره احمد حمدي كان عندي من السكه، طلع من السكه على نصر التعدين يعني، كان عندي السنه اللي فاتت. تالق احمد حمدي حارس المرمى مهم جدا جدا الشوط الاولاني، نجم الشوط الاولاني يعني. لو شفنا الفاولات اللي لعبها لو الفاولينج ده كان اتحسب، معلش بس هو انت عارف زي ما بتقول كده عايش الماتش يا جمال. قال لك لو لمستها بصوابعي على الاقل ما تحسبش بنالتي. فعايش كاليبرو للفرقه بدليل الفاول اللي حطه حسام حسن في القريبه، ممكن تيجي جول في صح اي حد. صح. فاحمد حمدي هو نجم المباراه الاول، نجم الشوط الاولاني. نتيجة المباراة الأولى مؤثرة يعني فيها تأثير جدا على الماتش، إن في فرقة عايزة تتحفظ زي التعدين إنها ما تخسرش عشان ما يبقاش يبقى كسبت صدفة. تمام. وفي فرق الشرقية إن عايز يكسب عشان يقولوا إن التعدين كسبتنا صدفة. بس مش في فرق بين مباراة الدوري ومباراة الكأس يا كابتن جمال؟ طبعا في فرق كبير، بس برضو النتيجة هتتحسب يعني. مباراة الدوري قصدي يعني، تخيل مثلا النص التعدين أو الشرقية يقول لك إيه، طب ما ناخد بونت بدل ما افقد ثلاثة بونت. انما النهارده مش يعني مش هينفع الحته دي. بس لو وصلت لضربات الترجيح هيبقى فيها حظ كبير وتوفيق اكتر. ولو كسبت يبقى انا كسبت الشرقيه مرتين على ارضها، بتدي نشوه للعيبه بتوعي للماتشات اللي جايه في الدوري. لو خسرت مش مشكله عندي، بس انا بلعب على اخر لحظه. اما الشرقيه لو خسرت مرتين يبقى ايه بتنتقل. طيب. لو كسبت هيبقى اعاده الاعتبار. كابتن جمال حمزه، يعني لو اتكلمت على دكه البدلاء، هل كابتن اسامه عرابي هيلجا دلوقتي لدكه البدلاء او كابتن منير عقيله؟ وفي لعيبه اوراق تعتبر كويسه لكابتن اسامه عرابي في النصر التعدين، وايضا بالنسبه لنادي الشرقيه كابتن منير عقيله. يعني مثلا في الشرقيه عنده رمضان ربيع مهاجم كويس جدا، عنده عليه احمد مدبولي لعيب بيلعب تحت الفراوده كويس، وعنده هيثم مصطفى وعبد الله الشحات اثنين هاف ديفندر. الشرقيه عنده عصام شيكا عادل وخالد شيكا وميدو، دول ثلاثه ممكن يتعامل معاهم. بص، هو في تغيير اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيحصل على طول في الشرقيه، اللي هو نزول خالد شيكا وبيرجع حسام حسن كديفندر تاني، وممكن حد من الاثنين يا رامبو يا اما سمير فوزي هم اللي بيخرجوا. فدي برده تغييره الشرقيه او الكابتن منير عقيله بيعملها على طول في اخر مباريات الدوري. أيوة. عنده ميدو زي ما انت بتقول، ممكن برده نشوفه في الشوط الثاني، بس اعتقد مع بدايه الشوط الثاني ممكن نشوف خالد شيكا. يعني ما اعرفش، دي وجهه نظر ان احنا ممكن نشوف خالد شيكا. لا كابتن اسامه عرابي بالنسبه للنصر التعدين، لا اعتقد ان هو هيستنى برده المجريات الشوط الثاني ربع ساعه 10 دقائق، وبعد كده يقدر يغير لو شاف ان النتيجه فضلت هي هي، وان هو عنده فرصه ان هو يهاجم ينزل مهاجم، ولا لو هو زي ما الكابتن جمال بيقول عايز يحافظ على النتيجه عشان يوصل لضربات الجزاء، يبقى هينزل ممكن عبد الله الشحات بقى في نص الملعب، لعيب خبره يقدر ان هو يمسك الكوره بالظبط وينقلها. فهنشوف برضو على حسب سير اللقاء في الشوط الثاني. لكن لسه ما فيش داعي للاستعجال يا كابتن جمال في التغييرات في لا دلوقتي، لا لسه في، لو في 10 دقائق ربع ساعه كده لسه في اكسترا تايم. اكسترا تايم. لا انا مش قصدي بالنسبه لكل مدرب هيبدا يفكر، لسه مش دلوقتي، لسه في ماتش، لسه في ماتشين تانيين التايم الثاني والشوطين. بس كل مدرب عايز في ال 45 دقيقه اللي جاي يخلص قبل الوقت الاضافي للشرقيه. بس الشرقيه عايز يخلص، عشان كده بقول لك ممكن نشوف خالد شيكا بالنسبه للشرقيه. يعني فعلا زي ما جمال بيقول ان الشرقيه ممكن يغير بسرعه، عايز يكسب بسرعه عشان ده بيلعب في بنها في ارضه يعتبر. انما النص التعدين هيستنى على التغييرات، عشان برده الاولاد جايين من سفر تعبوا. فعشان الاكسترا تايم، لو في اكسترا يقدروا يكملوا اكسترا تايم. هو في ضربات ترجع على طول الاكسترا تايم؟ لا اكسترا تايم، اكسترا تايم زي اللي هو دور 32 اكسترا تايم. اصلا من دور 16 هيتلغي ضربات جزاء على طول بالظبط. عايز بس اقول كمان، لا دور 16 مش هيتلغي،
خلاص من بداية من دور ال 32 كله اكسترا تايم. اكسترا تايم لا لا يا كابتن قالها حاسه. لا هو السنه اللي فاتت عامر حسين قال كده قال من دور 16 اتلغي. لا 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 هو السنه اللي فاتت تهالي كانت ضربات جزاء. السنه اللي فاتت يا كابتن جمال كان دور ال 32 ما فيهوش اكسترا تايم. اوكي السنه دي عدلوا هم كملوا كله ما فيهوش اكسترا تايم. السنه لا 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 دور ال 16 السنه فاتت كان فيه اكسترا تايم والله. بس كان دور ال 32 مفيش. دور ال 32 بس في السنه دي قالك لا نخلي الاكسترا تايم من بدايه الدور ال 32. اوكي عايز بس اقول نتائج الممتاز بيها كابتن جمال. مجموعه اسكندريه هي مجموعة الثالثه اسكندريه وبحري. البلديه كسبان المحله 2 بلديه المحله مع غزل المحله 2-0 ولسه بنلعب في الشوط الاول. المنصوره ودمنهور 0-0. مياه البحيره ونبروك 0-0. فاركو متقدم 1-0 على شربين. دي كيرنس والأولمبي 0-0. كفر الشيخ متقدم على كوم حمادة 1-0. بدر والحمام 1-1. والحرية وصيد المحلة 0-0. النتيجة الملفتة البلدية في أول نص ساعة كسبان الغزل غزل المحلة 2-0. طبعا مش متوقعة. طبعا مش متوقعة لأن المحلة لسه نازل من الدوري ممتاز. أيوة. مش متوقعة خالص. ولكن واضح أن البلدية مصمم على المنافسة. مصمم على المنافسه. فرقه البلديه كابتن جمال يعني بلغه الكره كده كريم اتقل شويه. بلديه اتقل من فريق غزل المحله. فاعتقد ان انا شايف ان النتيجه طبيعيه. طيب خلينا برضو في مباراه الكاس 0-0 الشوط الاول الشرقيه مع النصر التعدين. سريعا هروح لمعلقنا احمد حجازي ونتابع معاه احداث الشوط الثاني ان شاء الله.